رواية، كتاب، قصيدة، بيت من الشعر، مقال، رأي وفكرة، خاطرة، أدب ونثر. من هذه المسميات يوجد الإبداع، من تلك الكلمات يولد المبدعين الموهوبين الشغوفين بنثر أفكارهم على واقع الورق. اسمي مكرم القصاص، شغوفة بالكتابة والقراءة وحب الاستطلاع. كتب في كل مكان، روايات جمة، كوب نسكافيه فلا أعي حب القهوة كالبقية، وغرفتي التي أكون فيها حرة بلا قيود لتصبح أحلامي حقيقة داخلها، فأستطيع أن أكون فيها كاتبة، عالمة، مبدعة، راقصة وممثلة، وعارضة أزياء، ومصممة، أعتلي المسرح متى أشاء، وأصفق لي دائما عندما ينتهي الحفل في رأسي، أحاول الكثير من العلماء الذين لطالما وددت حضور مجالسهم، أناقش الأدباء الذين تركوا كتبهم وعلومهم ورحلوا، وأترك هذا الواقع الفظ لمن أراد الوجود فيه، وأوجد واقع الذي لطالما أردت العثور عليه. هذه أنا، وهذا ما أطمح الوصول إليه. كانت البداية بكلمة استرسلت لتصبح سطورا في فقرة، لتصبح مقالا ونص، رأيا وفكرة، خاطرة، والكثير من النصوص التي أجسدها على هيئة كلمات وحروف. تلك الكلمات تجمع بعضها لتصبح فقرة تنتهي بنقطة، وبعض الفقرات تندمج لتصبح نص. لأول مرة تعجز حروفي عن التعبير عما أريد. حاولت مرارا أن أجعل حروفي تعبر عن السبب الذي يدفعني للكتابة. لازلت لا أعلم، لكن الشيء المؤكد الذي أعلمه أن الكتابة هي الشيء الوحيد الذي أعبر عنه ويعبر عني. أعتقد بأنه ملاذي الوحيد في هذا العالم، فالكتابة بالنسبة إلي ملاذ الروح. فلا أريد الكتابة لأزيد أعداد الكاتبين فردا، ولا أريد أن تتثاءب مكتبات العالم حتى النوم لأشابه غيري. أريد الكتابة فقط لأنني أريد ذلك. لمن يخاف أن يخطو حروفه أو يخشى أن تنثر أنامله ما يدفعه للكتابة، لا تقلق. لو سمحنا للخوف أن يستحوذ على أفكارنا لما وصلنا اليوم لهذا. اكتب، عبر، أطلق فكرك، ولا تدع شيئا يقف بينك وبين القلم والورق. وبالنهاية شكرا فريق بالي بلس على الاستضافة اللطيفة ودوركم المميز في خدمة المواهب في المجتمع. بالي بلس، قناة فلسطين الرقمية.